أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتواصل آليات تنفيذ القانون لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير بالإسكندرية قام بالنصب والاحتيال على المواطنين واستولى على 17 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتوقف عن سداد الأرباح كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح لم يتمكن من سدادها، كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها. واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة تسويق عقاري لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية ولم يلتزم بسدادها، كما أنه تهرب من سداد أصول المبالغ المستولى عليها. وعلى صعيد ضبط قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 14 قضية ب18 متهماً لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بعدد من المحافظات، حيث بلغت إجمالي المبالغ المالية المضبوطة أكثر من 40,251,000 جنيه. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته قرابة 9 ملايين جنيه ومبالغ مالية من عملات أجنبية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. مديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولى عناصره على قرابة 2 مليوني جنيه من أحد المواطنين عن طريق ادعاء أحدهم بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية خلافا للحقيقة، وزعم ترشيحه لعضوية إحدى الجهات الحكومية ومشاركته في أحد المشروعات القومية، ثم استولوا على هذا المبلغ. مديرية أمن الغربية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على رغيب الحصول على شهادات جامعية فضلاً عن ترويجه لشهادات دراسية مزورة منسوبة لجامعات حكومية، وبحوزته تم ضبط دفاتر استلام نقدية بقيمة 3 ملايين جنيه وشهادات خبرة مزورة. وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة من ضبط مسؤول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا استغل موقعه الوظيفي كمسؤول الأملاك بالظهير الصحراوي وتكوينه ثروة طائلة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات قدر قيمتها ب5 ملايين جنيه.